ريوان، المركز الأول للتصوير بالأشعة التشخيصية. مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم الاطباء السبعه الرياضي. احنا اليوم معكم بحلقه جديده، حلقه فيها مواضيع منوعه، ودائما كل اسبوع عم نكون معكم بسبن دكتور سبورت. ان شاء الله عم تستفيدوا منه، ان شاء الله عم بتتابعونا ضمن الاطباء السبعه. حلقتنا اليوم فيها مواضيع كتير حلوه، والفقره الاولى كمان كتير حلوه ولازم تتابعوها. كتير بنسمع بانه حدا كان بيشجع فريقه الرياضي ولما خسر بذات النهائيات انجلط بعد مباراه. بفكركم ممكن يصير هذا الحكي ولا ما يصير؟ خلينا نتابع التفسير الطبي مع دكتور أيمن حمودة. مرحبا، اليوم موضوع مهم وحساس، زيادة الوفيات خلال المباريات النهائية. الوفيات أصلا هي تحدث بسبب جلطات للقلب. ما هي جلطة القلب؟ انسداد مفاجئ في الشرايين التاجية اللي بتغذي عضلة القلب. الانسداد يحصل مفاجئ تحت عدة تأثيرات أو محفزات، تريجرد هارت اتاك، محفز طبيعي، محفز نفسي، محفز فرح، محفز حزن، يؤدي إلى تجلط وجلطة حادة قد تؤدي بالمريض إلى الوفاة المفاجئة. لاحظ العلماء أنه بعض الأحداث التي في المجتمع بشكل عام وليس على المستوى الشخصي تزداد عدد الجلطات في ذلك المجتمع في هذيك الأيام. ومن أكثر الأمثلة المعروفة هي الزلازل. الزلازل بتعمل خوف وألم وتعب في القلوب، فبالتالي تزداد عدد الجلطات خلال الهزات الأرضية والزلازل خاصة الكبيرة. احنا على مستوى الرياضة لاحظ العلماء وأطباء القلب في المستشفيات المحيطة بالاستادات اللي فيها المباريات النهائية في كؤوس العالم، وهي مثبتة في كأس العالم في معظم كل 4 سنوات تحصل، انه في خلال المباراة النهائية بعد انتهائها أو خلالها يحصل شيئان. أول إشي الناس اللي في استاد، يا إما من الفرح الشديد لأنه فريقهم فاز بكأس العالم، أو من الحزن الشديد لأنه الفريق لم يحصل على كأس العالم. المشجعين بشكل عام يتأثروا بشكل كبير. طب كيف التأثر بيعمل جلطة؟ التأثر بيعمل أدرينالين، هرمون الكر والفر في الجسم، بيرفع الضغط، بيرفع النبض، بيقلص الشرايين وبيزيد الجلطات الحادة. فبعض الناس من كتر الحزن أو على الجهة الثانية من كتر الفرح يصابوا بالجلطات المفاجئة. على الجهة الثانية الناس اللي خلف الشاشات التلفزيون في البيوت مشجعو الفريقين، وهدول في البلدان اللي فيها المباراة طرفين المباراة النهائية، أيضا أنا أفرح لفريقي وهذاك بحزن لفريقه اللي خسر، تحصل أيضا زيادة في عدد الوفيات في ذلك اليوم. شيء غريب جدا، لكن يعني كل واحد بده يفرح لفريقه أو يحزن لفريقه الخسران رح يصاب بالجلطة؟ أكيد لا، هي ما إنها حادث فريد لكنها حادث نادر وبالفعل جالب للانتباه. طب مين هو الشخص اللي ممكن إذا فرح كثير أو يزعل كثير يصاب بالجلطات القلبية؟ مش كل واحد أكيد، المدخن، مريض الضغط، مريض السكري، مريض الكوليسترول، المريض السمين، المريض الكسول الذي لا يمارس رياضة. فبالتالي هنا بتأتي دور الوقاية من هذه الحوادث. وإحنا لما نحكي فرح من مباراة أو حزن من خسارة في مباراة، إحنا بنحكي عن محفزات أخرى في حياتنا، الغضب والزعل والنرفزة والإنهاك في العمل والحزن على أي حادث، وفاة عزيز، خسارة مالية، كلها بتعمل تحفيز الأدرينالين وجلطات قلبية. وبالتالي هاي المحفزات في دراستنا الأردني اللي اسمها منتور على 1000 مريض أردني عندهم جلطة، اكتشفنا أنه 46% من الأردنيين الذين أصيبوا بالجلطة سبق إصابتهم بالجلطة محفز نفسي، محفز جسدي، وفاة عزيز، ضيق مالي إلى آخره. طب أنا كيف بدي أحمي حالي من المؤثرات والمحفزات اللي بتعمل جلطة في هؤلاء الناس؟ كلنا بنحضر مباريات نهائية، كلنا نتعرض لضغوط نفسية وجسدية. فوجدوا أنه اللي مزاول للرياضة اليومية، نصف ساعة باليوم من المشي أو الهرولة أو الركض، الامتناع عن التدخين، فحص الكوليسترول وعلاجه، الحفاظ على الوزن، كلها بتعمل وقاية للإنسان بحيث أنه لما يتعرض لمحفز قوي لا يتعرض للجلطة.
كل هاي مهمة لمجتمع صحي، مجتمع سليم، حتى بأفراحنا ولا سمح الله بأتراحنا ما ينقلونا للمستشفيات. سلامة الجميع وشكرا لكم. أكيد كل حدا فينا بده يحافظ على وزن صحيح، وزن مثالي، لازم يمارس الرياضة ويأكل أكل منيح. شو أهمية الرياضة وتزامنها مع الأكل؟ موضوع راح نتابعه بالفقرة القادمة. أهلا فيكم في برنامج الأطباء السبعة سبورت. بدي أحكي لكم عن حالة ما منشوفها مرة ولا مرتين، بالأخص إحنا أخصائيين التغذية كتير بتمر علينا مثل هاي الحالة. كتير من الأشخاص بيجوا عنا وبيحكوا لنا مع إنه عم نعمل رياضة من 3-5 مرات بالأسبوع وعم نحاول قد ما فينا ما ناكل وأكلنا كتير قليل، إلا إنه دايما نتائجنا بتكون بالاتجاه السلبي ومش عم نحصل على النتيجة اللي بدنا إياها. الشغلة اللي بدكم تكونوا عارفينها انه جملة انه انا ما باكل كتير واكل كتير قليل وعم بعمل رياضة هاي بحد ذاتها المشكلة. عشان هيك بدكم تكونوا عارفين كتير منيح عشان نقدر نعمل تمارين رياضية. جسمنا محتاج لكمية من الاكل او الطاقة اللي ندخلها من خلال الاصناف الاكل والوجبات تاعتنا خلال النهار. يعني لكل شخص حابب انه يوصل لهدفه بدي اطلب منه كلمة الحرمان هاي ينساها، لانه سواء كان وزنه كتير عالي او حتى حابب يزيد وزن او حتى كان وزنه طبيعي، كلمة الحرمان هاي بحد ذاتها مشكلة. يعني أنا لما أعطي دايت أو نظام غذائي لشخص معين ويشوف فيه كمية أكل مناسبة مش ما فيها حرمان بفكر إنه هون ما رح ينحف، لأنه بشكل عام أغلب الناس أخذوا على فكرة إنه لازم ننحرم عشان نقدر ننحف، وهاي الفكرة كتير غلط. يعني أنا رح أبسط لكم شوي الموضوع. إحنا لو كان في عنا جهاز معين حابين نشغله، لو زودته بكمية طاقة عالية الجهاز هون ما رح يشتغل، نفس الشي في موضوع الأكل، ولو زودته بكمية طاقة كتير قليلة كمان الجهاز ما رح يشتغل. بدنا نحكي عن موضوع الأكل نفس الشي، أنا لو زود جسمي بكمية أكل كتير قليلة هون جسمي ما رح يستجيب ورح يحس حاله خايف، رح يصير يحبس لي الدهون بشكل أكبر. أما إذا زودته كمان بكمية أكل كتير عالية برضو نفس الشي ما رح أقدر أوصل لهدفي. الفكرة إنه أنا عشان أقدر أعمل مجهود رياضي أو مجهود بدني بالتحديد محتاج أن يكون في عندي نسبة معينة من الأكل أو كمية معينة. ترتيبي للوجبات كتير مهم وكتير ضروري. يعني أنا كمان ما بنفع أروح أخذ كمية الأكل تبعتي كلها دفعة واحدة، وما بنفع أخذ كمان كمية كتير قليلة. عشان هيك بدي أطلب منكم دائما ترتيب وجباتكم، يكون في عندكم فطور وغداء وعشاء وسناكس بين الوجبات عشان نزود دائما الجسم بالطاقة المستمرة بكميات من الأكل المناسبة لمعدل حرقكم ومجهودكم الجسدي والبدني. عشان هيك تنتبهوا كتير منيح انه لو صار في عندكم خطأ بالنتائج تبعتكم تقدروا تحددوا من وين السبب. يعني الاشخاص اللي بتبعوا اسلوب الحرمان دايما رح يلاحظوا في عندهم سوء توزيع في نسبة الدهون والعضلات في الجسم، دايما رح يلاحظوا في المراجعات انه عندهم العضلات اللي عم تنزل والدهون مثل ما هي او ممكن بالعكس انها ممكن تزيد. هاي بيكون كمية الاكل اللي هم عم ياكلوها غير مناسبة لجسمهم. بدي أتمنى لكم الصحة وما تنسوا تتبعوا النصائح البسيطة والسهلة اللي أعطيتكم إياها، وما تنسوا تدخلوا الفواكه لأكلكم عشان دايما تحسوا في نشاط وحيوية ودايما تقدروا توصلوا لأهدافكم بكل سهولة، وما ننسى الصبر اللي هو مفتاح لكل حل. سمعتوا من قبل عن تليف العضلات؟ ممكن موضوع جديد ممكن ما سمعنا عنه من قبل. أعراضه والتفسير الطبي وعلاجه رح نتابعه سوا مع دكتور محمد. يعطيكم العافية. راح نتكلم اليوم عن موضوع التليف العضلي لدى الرياضيين ولدى الشباب بشكل عام. يتميز مرض التليف العضلي بوجود عدة آلام مزمنة في مناطق معينة، تزيد الألم مدة الألم عن 3 أشهر، حيث يكون هذا الألم في مناطق أسفل الرقبة والكتفين والمنطقة الخارجية للمرفقين، كما يتميز أيضا بوجود آلام في المنطقة الداخلية للركبتين أو الوركين. يصاحب هذا المرض عدم القدرة على النوم العميق في الليل وعدم انتظام النوم في المساء، هذا يؤدي إلى الإرهاق والعياء الشديد لدى المريض، وكما يتميز أيضا بوجود الضغوط النفسية أو توتر نفسي لدى المريض. كل هذا يؤثر على الحالة العامة للمريض. يتم تشخيص المرض عن طريق أخذ السيرة المرضية المفصلة لكل مريض على حدة وإجراء الفحص السريري الشامل، وكما هنالك بعض الفحوصات المخبرية التي يتم من خلالها استبعاد وجود بعض الأمراض الروماتيزمية أو أمراض المناعة الذاتية أو أمراض الغدة الدرقية.
علاج مرض التليف العضلي يعتمد علاج مرض التليف العضلي على عدة نقاط، وأهم هذه النقاط هو تفهم المريض لطبيعة مرضه من خلال الشرح المفصل من طبيبه عن طبيعة هذا المرض. كذلك يمكن أخذ بعض أنواع المسكنات لتخفيف آلام العضلات، كما يمكن أن يأخذ المريض بعض أنواع مضادات الاكتئاب بجرعات مخففة، وذلك لتخفيف حالة التوتر النفسي لدى المريض. كما يمكن أخذ جلسات من العلاج الطبيعي والعلاج الفيزيائي، ويفضل ممارسة رياضة المشي بشكل معتدل واتباع نظام غذائي صحي، ونتمنى السلامة للجميع. وهيك بتكون خلصت حلقة الأطباء السبعة موسم رياضة لليوم. إن شاء الله استفدتوا من هالفقرات البسيطة السريعة اللي قدمناها بحلقتنا اليوم، ودائما كل أسبوع الأطباء السبعة الرياضي موجود لحتى يوصل لكم المعلومات الطبية اللي أكيد إن شاء الله عم تستفيدوا منها. ودائما بحب أذكر وأحكي المعلومة الطبية حق لكل شخص بالمجتمع. تابعونا على قناة اليوتيوب، تابعونا على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، اسألوا أسئلتكم، إحنا موجودين لحتى نجاوب على كل الأسئلة اللي تطرحوها، ولحتى نشارك معلوماتنا الطبية البسيطة الموجودة عند كل واحد من الأطباء السبعة. شكرا لكم، أنا كنت معكم معتصم مسالمة بحلقة اليوم، أكيد راح أشوفكم الأسبوع القادم بحلقة جديدة، والسلام عليكم.